قصيدي بعنوان بنود الديمقراطية العشر، قراءة في الدستور الوحيد الغير معلن في عالمنا العربي. بلال عبد الله، قص لسانك سكر دانك عينك سكر، اوعى تحلم او تتناقش، اوعى تفكر، اوعى ترفض او تتضايق او تستنكر اي قضية. هاي هي الديمقراطية وها دستورة. اول بند الحرية اتمحى اسطورة. تاني بند الحاكم لازم ينهى بكنوز المعمورة، جاهل ظالم لابد تعلق له صورة. أما ثالث بند بيحكي قوانين الحق المأجورة، اخرس اوعى تجرب تشكي، ارضى بأحكام الضرورة. رابع بند اوعى تشبع، شبعك على الحاكم خطورة. خامس بند اوعى تطلع من ذلك عالدنيا ونورة. سادس بند كيف تبايع صاحب للذنوب المغفورة، ماصص دمك حقك بايع مع هذا تحول أسطورة. سابع بند لو يتوفى أو يتصفى بشي مقصورة، ابنه بيورث حتى لو صوتك ما كفى، الموتى بتصوت بقبورة. ثامن بند صبر حالك انه بالايد عصفورة، احسن من 10 عقبالك حجة الناس المقهورة. تاسع بند خايف ضل وعيونك اكتر مذعورة، كل ما جبينك رح ينذل الحاكم حتزيد قصورة. عاشر بند هو الحل، اتشطر واحفر لك جورة واكتب فوقه زهق وفل، ويمكن مات والأموات بعلمنا العربي معذورة. بلال عبد الله.